السلام عليكم حبيباتي، كي راكم ان شاء الله تكونوا لاباس كامل. اليوم جبت لكم وصفه بوراك. نمروا لطريقه التحضير. عندنا لهنا كمية من اللحم المفروم، عندنا بصل مقطعينه مع رحيته هو والثوم، عندنا معدنوس، ملح، فلفل اسود، وزنجبيل، وبلا ما ننسى الزيت. هذو كامل دوك نقليهم نحطهم على النار، وفي نفس الوقت راني درت البطاطا تغلي في الماء. هنا بعد ما غليت انا البطاطا نرحيوها، ماشي لازم ترحيها، تهرسيها قبل بعد ما تهرست لنا البطاطا تاعنا مليح، دوك نضيفو المونتاجي تاعنا. انا وجدت معنا الحشو بين حشو البوركتين، جبت لهنا واقي تاع التيول حطيتهم هكذا. طريقه سهله، هذه طريقه معروفه يا فرانس الكل. سونسيل انا اليوم درت لكم الحشوه اللي هي تكون اقتصاديه جدا، ما تحتاجش كميه بزاف من الفيون داشي باش ديري، كنت تقدري تخلطي مع البطاطا بيجي مليح، خاطر هذيك البطاطا تشرب هذيك الزيت اللي يجي في البوريك. هنا كملت كامل الكميه اللي عندي، نحط في مقله نسخن الزيت بزاف بزاف، لازم يكون مسخون بزاف. بعد نلوح البوركتين ونقصو لهم نخليو يطيبو ثم عملي البوراك ديالي. بعد ما وجد ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك. الى اللقاء حبيباتي في فيديو قادم ان شاء الله. Bye.